القلق والخوف من مستقبل ضبابي يمتزج بآلام المرض لدى مصابي السرطان في لبنان. هؤلاء المرضى يفتقدون الدواء ومعه الأمل. هيلين عقيقي وابنتها سيدة تتشاركان القلق والألم معا، فكلاهما مصابتان بسرطان الثدي وخضعتا للعلاج الكيميائي في أحد مستشفيات بيروت، لكن الشك يساورهما بشأن استكماله في ظل نفاد الأدوية من مخازن وزارة الصحة. اللي هو حل بهالبلد ونرجع نلاقي الأدوية، ما بعرف، هيا عايشين بخوف. الأزمة الاقتصادية المدمرة في لبنان والتي عصفت بجوانب الحياة اليومية المختلفة كانت أكثر قسوة على المرضى وفاقمت معاناتهم وضاعفت أوجاعهم. المشكلة بلبنان أنه مش بس عنا خوف أنه نقطع الدواء، عنا خوف كيف بدنا نأمنه بأي طريقة، وبدنا نروح ونجي 100 مرة ونبرم وقطعت البنزين والنطرة هيدا يعني كل المشاكل عم بتسبب لنا انكزايتي، حتى الغلا. حالة اليأس من توفير الدولة اللبنانية للدواء دفعت الكثير من المرضى للبحث عنه خارج الحدود أملا بالعثور على الأدوية المناسبة والتي لا تصل عادة في الوقت المحدد. نحن وصلنا لهالاستحقاق هيدا ولهالمرحلة هيدي انه نحن نطلب من المرضى انه نحن مثل ما بقول استنفذت عنا امكانيات تساعدكم وامكانيات العلاج. إذن هي أزمة مركبة وآلام مضاعفة وقلق يعيشه المرضى أكثر من غيرهم في بلد بات الحصول فيه على العلاج أمنية تعادل أمنية الشفاء.